وكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توضح هذا الأمر بجلاء، إن الله ينصر الدولة الظالمة إن كانت عادلة. لا، الأمة ينصر الأمة العادلة. نعم، ينصر الأمة العادلة وإن كانت ظالمة. وإن كانت كافرة. نعم، وحتى وإن كانت كافرة. ما تمشيش على. لا بصراحة أنا نمت. إيش هاي ده؟ يلا عامل لي قهوة، خلي حد يقول لي. ما أقول لك عادلة تقول لي كافرة، أقول لك ظالمة تقول لي. شوف، خلي حد يعمل لي قهوة من الشباب. شغلتك انت خالص، قلتها في المرتين برضه. ينصر الأمة العادلة وإن كانت ظالمة. ما أنا بخيرك، ما غيرت لك الكافرة والظالمة. أنت ما غيرتش أنت. لا شلت حتى كافرة ما جبتش. طب مرة أنت ينصر الأمة العادلة وإن كانت ظالمة. تمشيش ولا بقيت تعدي. ما اخوانا يا عبد الله قال لك ايه؟ ينصروا امة الكافرة وان كانت ظالمة. يعني كفرت وصلمت ربنا ينصرها برضه. الله محمد رسول الله. لا لا كده خلاص والله. لا هات لنا هات لنا خلنا نستعملنا قهوة، هات شوية مية يا عم أحمد. هاتوا قهوة للشيخ. عشان منهم لله الأمة الظالمة دول. ولا هنجيب سيرة. أحسن أنا قلت هضحك على طول. ده أقعد شهرين مش هيجي.